وانا سافرت المانيا اتدربت على مضخات الانسولين، لكن للاسف وقتها كان الفند قليل، يعني قالوا لي انت قاعد هتقعد معانا لمده سنه بس احنا ما عندناش فند كافي بالنسبه لك الا لمده شهور. فقعدت فتره لغايه لما اتعلمت عرفت ايه هي مضخات الانسولين، وقلت ايه المكان اللي ممكن انزل اعمل فيه مضخات مكلفه. فنزلت للسعوديه وانشات نادي السكر، وبدانا اول مضخات للانسولين في الشرق الاوسط عملناها في جده في السعوديه. ده تقريبا كان سنة 1990. بعد كده بعد فترة نقلت لأمريكا، فلما نقلت وزارة ميزوري زي ما حضرتك تشرفت قالوا لي احنا نفسنا نعمل مضخات الانسولين، ما عندناش بامبرو. يعني ولاية ميزوري جت في الترتيب بعد السعودية في عمل مضخات الانسولين؟ بعد السعودية بالظبط. وكانت السعودية في أول وكان أملي طبعا في يوم ما تبقى في مصر لما التكلفة تبدأ تنخفض، بس الكلام ده من شوف 26 سنة كانت لسه مضخات الانسولين دي حاجة. وهي موجودة في مصر دلوقتي ولا؟ طبعا موجودة. وفي اطباء عظام في مصر وفي كتير منهم اتدربوا معايا هنا ونزلوا مصر. بعد ما حضرتك انتقلت لولاية ميزوري وعملت مركز مضخات الانسولين، قصة التحقق بقى بجامعة هارفارد بعد كده، ودي جامعة طبعا يعني بيقولوا اللي بيعدي قدام الطرقه بيبقى حد عظيم، مش مجرد بقى بروفيسور في الجامعه يعني. والله كل شيء بالصدفه. انا عاوز اقول يعني للشباب الدنيا زي ما بيقولوا ريشه في هواء، ما تعرفش انت كنت رايح فين، يعني من البدايه الواحد دخل الطب ازاي او دخل التخصص ده ازاي. لكن انا كان ليا صديق سافرنا مع بعض لامريكا، هو دلوقتي رئيس مركز الكلى واستاذ في جامعه شيكاغو الينوي، وصديق عزيز جدا. فلما جينا هنا انا قلت له انا هقعد لمده سنه، مش يعني انا عايز ارجع مصر، عاوز افتح مركز السكر في مصر وكده، وعايز بس اشوف هما بيعملوا ايه. فلما قعدت في ميزوري السنه دي وعملت فيلوشيب بدايته هناك تاني، قلت لا، هو قال لي ما تقعد معايا تاني، قلت له لا كفايه السنه، بس لو هقعد انا شوف ثلاث اماكن ممكن اروحهم، يا اما جوزلين لان ده احسن مكان للسكر، يا اما كليفلاند، يا اما مايوكليند. فانا هبعت لهم اذا قبلوني هروح هقعد، لو ما قبلونيش مش قاعد. وانا طبعا يعني قلت لا، هو هيقبلوني ليه؟ يعني كنا عملنا حاجات بس يعني ما توقعتش ان يعني يكون لهم ريسبونس ايجابي. وفوجئت بالثلاث اماكن وافقوا على ان انا اجي. يا سبحان الله، الثلاثه الثلاثه